يقول السائل: يا شيخ، أنا أحب والدتي أكثر من أبي ومتعلق بوالدتي، هل في ذلك شيء يا شيخ؟ الحب هذا ما تملك الزيادة فيه والنقص منه، هذا من الله سبحانه وتعالى. تحب الوالدين، والأم لا شك أنها أرجح من الأب لما تعانيه وتقاسيه ولما تقوم به نحو الولد في صغره، فهي أرجح وهي أكثر أجرا من الأب، وإن كان الأب له أجر كبير وله حق عظيم. نعم.